قال بعضهم أن الصبر مستحب وليس بواجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت. نعم. يقول: قال بعضهم أن الصبر مستحب وليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع: إن شئت صبرت. فهل هذا الفهم صحيح؟ إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت. قالت: أصبر ولكن ادعو الله لي ألا تكشف، فدعا لها صلى الله عليه وسلم. نعم.